الكويز مجموعة من الأسئلة في كلمة جاوبني. ماتش بحط لك أحسن لاعب تونسي تعتبره اليوم شكون؟ أحسن لاعب تونسي؟ إيه اليوم. في الشامبيونات تاع تونس؟ إيه. برمضان. تونسي مش في الشامبيونات، تونسي عنده جنسية تونسية. حتى لي ترونجي. إيه. شو اسمه صخيري. أحسن لاعب في تاريخ تونس. طارق زياب. شكون قلب الهجوم اللي يعجبك اليوم في تونس؟ اليوم في تونس. شواد. أحسن مهاجم في تاريخ تونس. أحسن مهاجم. تميم. تميم. شكون ملاعب خدام برشا كان معاك قبل في الانترين ما يختم برشا. اللي شفت هما دو بيرسون شفتهم من المومنتان. اللي هو. برشا برشا اللي هو رادي جايتي. إيه. بوسور وخالد فاضل نقول. إيه. خدام برشا حتى جوهر بن يزيد. وبالعكس كركار. كركار. شكون ما يحبش نطبع المو ما يتقلق من الفيزيك ويحكي لك الناس كل تقلق من الفيزيك الناس كل تقلق يفهم لعبي اكثر من لعبي اكثر من لعبي اكثر من لعبي تو ضاعوا علي انا استنى شكون باش نقول لك تستحضرش باش شكون احسن في العالم تو احسن اتاكون احسن قلب هجوم احسن قلب هجوم اليوم تاع بايرن ميونخ ليفاندوفسكي احسن مدرب تونسي احسن مدرب تونسي تو جردة أحسن مدرب دربت عنده أحسن مدرب اللي هو فتحي العبيد فتحي العبيد شكون أحسن مدرب في العالم بالنسبة لي نحب بيلسا أقرب لاعب ليك أقرب لاعب ليا توا إيه بسام جريدي أقوى جمهور لعب ضده أقوى جمهور لعب ضده مع الأهلي تاع الأهلي جمهور الأهلي أحسن هدف سجلته ماتش مع النجم الرياضي الساحلي في المنزل كيف البونتو؟ بونتو بالبونتو بالسبول كبير أكبر شهرية خذيتها قديش؟ 1,000,000 دولار هذه أكبر واحدة؟ هي ما نصدقش أيام باس أقل شهرية به أقل شهرية اللي أنا فرحان بها كنت ناخذ فيها بار سومين هي دوما طلعت سينيور ناخذ في 50,000 50,000 نمشي سي عامر البحر ناخذ 50 نبدا شيء فرحان مش فرحان على 50 ليه؟ خاطر تصرف الفلوس وليد ليه فرحان اللي انا في الفستير غادي وكل اللي دار ونبدا ندوق زعما نحوس شيء ما نبي مره واحده فهمت كيفاش؟ هدف تمنيت لو كان انت سجلته هدف تمنيت لو كان انت سجلته هدف نتاع خوزي كليتون في لي جو اولمبيك به كانت هذه لو كويز